السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم غنشارك معكم جوج ديال الوصفات اللي نحتاجهم إن شاء الله في رمضان. غنصوب معكم هذا الخبز ديال التورتية من الحجم الكبير، كيجي رطب وسهل في التحضير. غنشارك معكم أيضا واحد الكرات مقليين بالعدس الأحمر، وصفة جديدة اقتصادية وسهلة وصحية. وغنشارك معكم هذا غير زياده الخبز ديال كل نهار، الخبز ديال اليوم وجدتنا الخبز ديال المقله. الفرن ديالي باقي ما خدامش، فيعني كنصاوب الخبز اغلبيه فوق المقله، كيجيني ساهل. غنبداو باول حاجه الخبز ديال التورتيه. غنحتاج 7 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات، ممكن تغربلوه او استغناو على الغربال وحركوه غير بهاد الحركة الطراب اليدوي، راه كيقوم بنفس المهمة ديال نغربلوه. كيهوي الطحين. كنضيفو معلقة كبيرة ديال الملحة، الملحة هي اللي غتنس يعني غتلددنا هاد الخبز هذا. غنضيف ايضا معلقة كبيرة ديال السكر، غيعطيه شوية ديال المذاق، وايضا غادي يعطيه واحد التحميره. ضفت ربع كاس معياري ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت المائده. عملت راس المعلقه يعني تقريبا ربع معلقه صغيره ديال خميره الخبز. وهنايا ضفت جوج كيسان كبار ديال الماء، يعني الكيسان اللي عبرت به الطحين هو نيت عملت به الماء المدافي. هنايا غنضيف 4 كاس ديال الماء، يعني جوج كيسان وربع ديال الماء، ونخلي العجينه تدلك مزيان. بالنسبه للماء ممكن تحتاجوا اقل ممكن تحتاجوا اكثر، المهم العجينه خاصها تكون رطبه ولكن ما كتلصقش، خاصها تكون قابطه راسها، يعني ما تكونش فحال العجينه ديال الملاوي قاصحه، وما تكونش فحال رغيفه يعني رطبه. حنا بغينا ملي نطلقوا العجينه ونبغيو نطيبوها تبقى قابطه راسها، يعني ما تبقاش تعوج لنا ولا تلصق فوق سطح العمل. صافي، خليت هاد العجينه هادي دلكات مزيان تقريبا واحد 4 دقائق في الماكينه. هنايا عملت الطحين فوق سطح العمل، وغنقسم هاد العجينه الكرات. انا بغيت هاد الخبز ديال التورتيه يكون من الحجم الكبير، لان انا هو اللي كيصلح للتاكوس وكيصلح للساندويتشات. المهم نتوما على حسب الرغبه ديالكم. بغيت نصاوب الميزان نعبر، ولكن الميزان ديالي ما فيهش الحجره، فعبرت غير بيدي. ضبطت هكذا طريفات ديال العجينه، كورتهم وحسبت بيدي، يعني اللي غطت لي الراحه ديال اليد. صافي، يعني خديت القياس ديالها. كيف ما كتشوفوا العجينه راها كتجمع بسهوله، ماشي قاصحه نهائيا. مبغيناش حنا هاد الخبز هذا يجينا قاصح وناشف، ما يجيش زوين. بالنسبه للطريقه اللي غنخليه يرتاح، غناخذ واحد الكيس بلاستيكي اللي كيس بلاستيكي هذاك اللي كناخذ انا من اكسيون، كتجي واحد العلبه كبيره، غنفتحوا فحال هكذا. هذا احسن من هذاك البلاستيك الغذائي اللي كيبقى يتلصق ومن بعد كيبقى يتعوج، هذا احسن. حطيته فوق واحد الخشبه. غناخذ الخبيزات غندهنهم بهذه الطريقه، يعني نقيطه ديال الزيت، ماشي بزاف، غير نقيطه باش ما تكونش ليهم القشره من الفوق. وغادي نحطهم في وسط هذيك البلاستيكه ونغطيهم بنفس البلاستيكه نيت. وهاد البلاستيك ملي غنسالي منها غنمسحها نطويها ونعاود نخدم بها مره اخرى، ماشي ضروري اننا كل مره نعملو بلاستيكه جديده. صافي، غنغطي هاد الخبز هذا ونخليه يرتاح واحد 5 أو 10 دقائق، ما نكتروش باش ما طلعش فيه الخميره. الا بغيتو تستعملوا الخميره ديال الحلوى في عوض ما تستعملوا الخميره ديال الخبز، ممكن. انا مابقاتش عندي الخميره ديال الحلوى، عملت الخميره ديال الخبز فحال فحال. هنايا غنبدا نطلق في العجينه. كنستعمل دائما الطحين، واحد الكميه يعني شويه ماشي بزاف، وغنطلق بالمدلك. الطريقه ديال التليك يعني الطريقه ديال الطليق، اول حاجه كندفعوا العجينه مزيان مزيان، واخا نحصلوا على شكل بيضاوي ماشي مشكل. من بعد كنقلبوا العجينه بحال هكذا، وكنركزوا على الاطراف. الاطراف هما اللي كيجيو غلاظين بزاف، ما يعني ما عندنا بهم غرض، نركزوا عليهم يعني بحال هكذا. شفتوني كنطلق الاطراف اكثر من الوسط. صافي، اخر حاجه غنقبط العجينه بحال هكذا، نفض منها داك الطحين اللي زايد وغنحطها في المقله. بالنسبه للمقله راني سخنتها على درجه حراره متوسطه الى مرتفعه،
دهنتها بشويه ديال الزيت، غنحط فيها الخبز ديال التورتيه، غير تشمع غير تنحس بها يعني جمع يعني خبطت راسها من لتحت نقلبها. واحد الحاجه اللي ما كتعجبنيش في الخبز ديال التورتيه ديال الدار، كيجي هكاك مغبر بهذاك الطحين، ما كيجيش زوين، كيجي شويه ناشف. فشنو كنعمل؟ كناخد طريف ديال الزبده وكندهنو فحال هكا غير شويه، ماشي بزاف يعني، غير تقريبا الراس ديال المعلقه ديال الزبده كندهن بها فحال هكا، باش كتحيد هذيك الغبره ديال الطحين اللي كتبقى، وكيتعطي لهاد الخبز هذا واحد كيجي رطب بزاف وكيبقى رطب. غنقلبو وغادي ندهنو ايضا بالزبده من الجهه الاخرى، غنقلبو فحال هكا يعني ما نخليوهش بزاف، كنقلبوه بحيث انا استعملت الخميره ديال الخبز، كتشوفوا هاد الفقاعات كبيره، لكن راه استعملوا الخميره ديال الحلوى ما غيكونوش فحال هكا هاد الفقاعات، ولكن ماشي مشكله، راهم كيرجعوا الخبز وكيولي عادي. كل ملي تساليو من الطياب ديال الخبز، امسحوا المقله بواحد اما هكا طريف ديال الثوب اولا كاغيط ديال الورق ديال المطبخ، نعملوه نقيطه ديال الزيت ونمسحوا به المقله، نحيدوا داك الطحين اللي كيكون زايد. صافي غنكمل الكميه كامله بحال نفس الطريقه. غادي نعملهم في واحد الطبق، نغطيهم نخليهم حتى يبردوا واحد شويه، وهذه هي النتيجه. كيف ما كتشوفوا راهم كيجيو رطبين، يعني جربوا هذه الوصفه، هذه راها مضمونه. هنايا غنمشي باش نقاد الخبز ديال المقله، عملت معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر، جوج معالق كبار ديال الطحين، وتقريبا واحد نص كاس ديال الماء دافي، خليتهم حتى تفاعلوا. غنضيف 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، بغيتو تنقصوا من الزيت ماشي مشكل، عملوا غير واحده ولا جوج. هنايا انا عملت عيني ميزاني، ولكن عملت تقريبا واحد 700 غرام ديال الدقيق الابيض و 400 غرام ديال الفينو. بغيتو تزيدو من الطحين الابيض زيدو، بغيتو تزيدو من الدقيق يعني الفينو زيدو، ماشي مشكل. خبز ديال المقله راه يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه، كل مره يعني جربوا شي حاجه جديده حتى تلقاو شنو كيعجبكم. انا كيف ما قلت لكم راني عملت كميه ديال الدقيق الابيض اكثر من الفينو. صافي عجنت بالماء دافي وخليته حتى وصل لهذا القوام، هذا راه مرخوف ولكن راه ما كيتلصقش بزاف، يعني راه مدلوك مزيان. غناخذ العجينه غندهنها بالزيت، نغطيها ونخليها تخمر تقريبا، حتى كنت انا باقا ما طيبتش هذاك الخبز ديال التورتيه، ملي ساليته بالطياب مباشره بديت كنطيب في هذا الخبز هذا، ولكن راه غنخليه يخمر تقريبا واحد نقول واحد نص ساعه. ملي غيبان لي فحال هكدا تنفخ او يعني نفخ خمر وطلعت فيه الخميره مزيان، غادي نخوي منه الهواء اللي كيكون تشكل فيه. بالنسبه لهاد العجينه هذه ممكن تصاوبوا بها البيتزا، كتجي زوينه بزاف الا كنتو هكدا مزروبين دغيا دغيا كتوجد. ضيفوا لها شويه ديال التوابل اعشاب المنسمه باش تجي منسمه مزيانه، والا فاستعملوها في حالي انا خبز عادي ديال المقله. غادي ناخذ كويرات ديال العجينه، ممكن تصاوبوهم كبار صغار على حسب الرغبات ديالكم، بغيتو خبيزات يكونوا صغارين صوبوا الكرات صغار، بغيتو الخبيزات يكونوا كبار صوبوا الكرات كبار. انا غنصوب الخبز ديال المقله، يعني غادي نحطو للعشاء، وخا صوبت به واحد السندويتشات فيما بعد، ولكن في الاصل كنت باغا خبز ديال المقله، يعني ما عنديش الغرض به تنفخ باش غادي نعمرو، عاده هذا غير خبز عادي. لذلك ملي كنت كنطلق العجينه ما غاديش نرققها بزاف، غنخليها شويه غليظه باش يجيني خبز ديال الماكله، يعني الى حطيته مع الطاجين ولا مع الغداء غادي يجي مزيان. الا بغيتو يتنفخ لكم يعني خبز ديال الساندويتش، زيدوا رققوه على هاد، يعني رققوه شويه غليظ من الخبز ديال التورتيه. صافي غادي نقادو فوق واحد الزيف ولا واحد المنديل ديال المطبخ، رشيتو بشويه ديال الطحين وغادي نغطيه ونخليه يخمر على ما ساليت كيف ما قلت لكم الطياب ديال الخبز ديال التورتيه. غادي نطيب هاد الخبز هذا، هاد الخبز هذا راه كيجي رطب بزاف لان صوبنا فيه، يعني العجينه كانت خفيفه. بالنسبه للطياب ديالو راه عادي، كندهنوا المقله بشويه نقطه ديال الزيت،
العافيه تكون شويه طالعه يعني مجهده، ماشي بزاف مجهده تتحرق هذاك الزيت ويخرج الدخان. المهم غير بنحط الخبز فوق المقله، المقله تكون سخونه، غنبقى نقلب فيه فحال هكذا حتى يبان لي طاب. غنقلبو جوج ديال المرات، يعني كل جهه طابت جوج ديال المرات، عاد ندهنو بشويه ديال الزيت. كيبقى اختيار، بغيتو عملوه عملوه، بغيتو ما تعملوش ما تعملوش، ماشي مشكل. او ممكن تدهنوه بالزبده الا بغيتو. كيبقاو هادشي غير محسنات للطعم، ماشي شي حاجه يعني ضروريه. صافي غادي نكمل الطياب ديالو فحال هكذا. هنا كنضغط عليه غير باش يتحمر ويطيب من الوسط ايضا. صافي الخبز ديالي وجد، الخبز ديال التورتيه وجد. بالنسبه لهذاك الخبز ديال التورتيه، من بعد ما برد غنجمعوه فواحد البلاستيكه ونعملوه في الثلاجه، غنستعملو انا غدا ان شاء الله. الا بغيتو نتوما تحتفظوا به في المجمد، شوفوا العدد اللي غادي تحتاجوا ديال التورتيه، تعملوهم في المفكيس بوحديتهم ولا في المجمد، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. هذا هو الخبز اللي طيبته كامل. ما تنساوش تضيفوا الخبز معلقه كبيره ديال الملحه، يعني ملي تكونوا كتعجنوا ضيفوا معلقه ديال الملحه. هذا هو الخبز ديال التورتيه، راه كيجي رطب. كينفع بزاف بزاف الاوقات ديال الزربه ملي بغاو نصاوبوا شي حاجه، وحسن من ديال الزنقه، يعني مادام عندنا الوقت نصاوبوه علاش لا، كيتقام ارخص واحسن في المذاق. هنا غنشارك معكم واحد الوصفه جديده اول مره كنجربها، ولكن جات بنينه بزاف. جربوها اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله، اقتصاديه وسهله. عندي هنايا جوج كيسان كبار ديال العدس الاحمر اللي غسلته مزيان، رقدته في الماء تقريبا واحد الساعه، من بعد غسلته وشللته، خليته كيستقطر من الماء. هنا غادي نطحنو، غادي نطحنو مع شويه ديال الماء. غنعمل العدس هنايا يعني تقريبا واحد على حسب الطحانه ديالكم، اللي عندكم كبيره والموتور ديالها قوي طحنو كل شيء مره واحده. هنا عندي غير صغيره، فغنطحن داكشي بشويه بشويه. هنايا غنضيف شويه ديال الماء، غنخلط باش هذاكشي اللي لتحت يطلع الفوق واللي الفوق يهبط لتحت، باش كلشي تطحن يعني مزيان. غنضيف تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الماء ونطحن بحال هكذا. بنفس الطريقه نطحن الكميه كامله ديال العدس. هاد الوصفه هادي كنظن انا شبه متاكده انها من البنغلاديش، يعني من المطبخ البنغالي. شفتها في تيك توك، ومن بعد مشيت لليوتيوب قلبت عليها لقيتها يعني وصفه معروفه، فقلت نجربها. جاتني فحال هذيك الباكوره ديال الهنود. المهم زوينه بزاف، غير جربوها. هنا خديت جوج بصلات، ثلاثه ديال البصلات كبار قطعتهم شرائح، ثلاثه ديال البصلات عملت غير جوج ونص لانهم كبار بزاف، قطعتهم شرائح وزدتهم. غنضيف ايضا واحد الحفينه ديال القزبر المعدنوس. بالنسبه للتوابل غنعمل معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه، نص معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال قزبر حبوب، شويه ديال قولوا نتوما شويه ديال الخرقوم. وغادي نخلط كل شيء مزيان مزيان. هنا غنخلط بيدي باش ينسجموا هذوك التوابل، يتخلطوا مع مع هذاك العدس. هي تقريبا ماشي تقريبا، الفكره ديال الفلافل حتى هما كنطحنوا الحمص مع البصله مع القزبر المعدنوس، غير هما كيكونوا مطحونين مزيان، يعني هذيك البصله والقزبر المعدنوس كيكونوا مطحونين مزيان. نفس التوابل تقريبا، نفس البصله، هنا ما كايناش الثومه، الفلافل فيها الثومه. المهم كناخذوا واحد الكميه فحال هكذا، كنضغطوا عليها واحد شويه وكنقليوها في الزيت اللي كيكون سخون، يعني ديب فراين، يعني ضروري تكون واحد الكميه ديال الزيت. كاين اللي كيزيد في هذه الوصفه هذه، كيزيد لها الطحين ديال الرز، وكاين اللي كيضيف لها الطحين ديال الحمص. على ما سمعت او لا على ما سمعت في الفيديوهات كيقولوا انها كتردها مقرمشه اكثر. المهم انا صاوبتهم غير هكذا بلا الطحين ديال الرز وجاو مقرمشين. هنا بغيت نفتح معكم شي وحده، ما كنتش بوحدي في الكوزينه، مع الريحه جاو بغاو يدوقوا. المهم تحركات الكاميرا، ولكن صدقوني كتجي بنينه بزاف. شنو صاوبت بها انا؟ حطيتها لهم في العشيه مع الكوتي، كلاو منها وهداك الشيء اللي بقى.
في الليله كست نصاوب العشاء، خديت الخبز اللي كنت قاديت فتحته بالمقص واخا هو ما مفتوحش، درت فيه شويه ديال الخس. هنايا انا صبت غير ساندويتش راسي يعني في الوقت ديال الكوتي، ولكن في الليل شنو عملت؟ شويه ديال الخس، الصلصه ديال الياغورت، زدت معها شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، غير شويه شويه ديال العصير الحامض، خلطتها، عملت دهنت بها الخبز وعملت هاد وطيبت واحد صدر ديال الدجاج، يعني قطعته ظريفات، الثومه، الابزار، الملحه، التوابل، وصبت بها ساندويتشات بحال هكا، جاو رائعين، كلاوهم وعجبوهم بزاف. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. غنخلي لكم ان شاء الله المقادير كامله في صندوق الوصف، ونتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.